يا هلا فيكم. اليوم بإذن الله بنسوي مقلوبة دجاج بطريقة سهلة ولذيذة. أول حاجة نصب في القدر شوي من الزيت، بعدها بنضيف الدجاج ونقلبه على أساس ياخذ لون، نضيف البصل والبهارات الصحيحة ونقلبهم مع الدجاج، نضيف عصرتين معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والكركم ونخلطهم مع بعض. بعدها بنصب الماية المغلية لين يغطي الدجاج ونخليه يطبخ لمدة 45 دقيقة، وفي قدر ثاني نصب موية مغلية ونضيف الملح والرز المغسول ونسلقه نص استواء، ومدة السلق 7 دقائق. أهم شيء ما نسلق الرز إلا لما يستوي الدجاج لأنه ما راح ياخذ وقت. نضيف على الدجاج الخضار المقلية، بعدها بنضيف الرز المسلوق ونخليه على النار لمدة 25 دقيقة، وآخر شيء نضيف شوي من منقوع الزعفران. هذا الشكل النهائي للمقلوبة، نتذوق منها، الطعم مرة مرة لذيذ، أتمنى تجربونها. بس الورد وصلتنا اليوم بتكون كابلي بطريقة جدا لذيذة، وبسم الله عندي هنا زيت وبصل مع بهارات صحيحة وميكس ما يذبل معي، وأضيف هنا الثوم والزنجبيل، بعد كده بضيف قطع اللحم بتركها تتحمر شوي، بعد كده ضفت عليها البهارات المطحونة أكيد بكتبها لكم، ومعجون الطماطم وعصير الطماطم وميكس ما يتسبك كل شيء، بعد كده بضيف البرتقال وبشر البرتقال وعصير البرتقال وعصرة ليمون وشوية موية كادي وميكس ما يتسبك معي برضو مرة ثانية بالشكل ذا. أضيف موية مغلية بعد ما يستوي اللحم، أضفت البطاطس وكنا بعد ما تسبك زين، أضيف رز هنا مسلوق تقريبا نص استوى وشوية زعفران، وبس وصفتنا صارت جاهزة. طبعا قدموها هي حارة مع رشة بصل، وما أقول لكم صراحة الطعم كيف، مرة مرة يمي، سهلة وجدا جدا لذيذة وعوافي. ألذ كبسة ممكن تذوقوها. في البداية على القدر نضيف البصل مع الزيت والثوم، نحمس البصل تمام، بعد كده نضيف الفلفل والبهارات الخشنة مع الدجاج، نقلب الدجاجة على الجلد ونضيف الطماطم والبهارات الناعمة، كمون وكزبرة وكركم وبابريكا وفلفل أسود، حبة مرقة دجاج ومعجون طماطم، نضيف الموية الساخنة، نغطي على الدجاج لحد ما يستوي معانا، نخرج الدجاج وندخل الفرن بس يتحمر من فوق، ونضيف الرز المنقوع من قبل على الكشنة، نضبط الملح ونغطي على الرز لحد ما يستوي معانا، نغرفه على الصحن ونضيف عليه الدجاج المحمر ونزينه بالبصل المقلي. ضروري تجربوا الوصفة، مرة سهلة ومرة لذيذة، وبالعافية. زيت زيتون، حبة بصل مقطعة ناعم، وعتريحته ننزل عليه مكعبات صدور الدجاج، رومي أخضر بارد وثوم، ننزل معجون فليفلة ومعجون طماطم، بهارات صحيحة ومطحونة وملح، كل المقادير كاتبها لكم تحت البوست، رشة كزبرة خضراء، أعطيه نقطة موية صغيرة وخليه يطبخ 5 دقائق. الآن نحط الرز، عندي رز مزة مغسول ومجفف، الآن نحط الموية ونرفعها سنتي واحد، وزنت الملح، الآن بغطيه وخليه يطبخ على نار متوسطة لين ينشف الماء. الآن نحط نصف حزمة الكزبرة مغسلة بالشكل هذا، ونقصر النار 10 دقائق لين يجهز.